وينضم إلينا من نيامي عاصمة النيجر الصحفي محمد سيدي حيب الله. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. بداية دعني أسألك عن حجم الاستجابة لدعوات التظاهر أمام السفارة الفرنسية والمؤيدة للانقلاب العسكري في النيجر. أولا أشكرك أستاذة تفهيم على حسن الاستضافة. أهلا بك. وأشكر أيضا قناة الخمسة في القاهرة. اولا التظاهره حسب معلوماتي هي ليست في سفاره فرنسا بل هي امام مجلس النواب مجلس النواب النيجري. هذه المظاهره هي مظاهره حاشده بطبيعه الحال ومؤيده من قبل القاده العسكريين، حيث تابعنا وشاهدنا يوم ليله امس يعني البارحه من التلفزيون الوطني اخبار تفيد تطالب يعني من الشعب النيجري ان ينزل الى الشارع امام مجلس النواب ليعبر عن تأييده للعسكريين الانقلابيين الذين لم يجدوا شرعيتهم من قبل المجتمع الدولي ومن قبل بعض ايضا الشعب النيجري. اذا التظاهره حقيقه هي تظاهره حاشده للغايه كبيره من نوعها. طيب. شارك فيها عدد لا بأس به، عدد كبير يوصف ممكن بالآلاف من النيجريين رفعوا هتافات وشعارات من أبرزها تؤيد الانقلابيين وتؤيد العسكر وتحثهم على المواصلة وعدم التنازل. الأمر الثاني رفعوا علم الروسي وطالبوا من المجلس العسكري التعامل مع روسيا بدلا من فرنسا، وطالبوا المجلس العسكري إلى الاسراع في قطع علاقاتها مع فرنسا وكذلك طرد القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر التي تعمل عمل تكتيكي أو عمل مساعدة عسكرية للجيش النيجر. طيب، بمقابل ضغط الشارع الذي تتحدث عنه هناك ضغوط دولية أيضا تمارس على النيجر إن كان من قطع مساعدات وغيرها، إلى أي مدى يمكن لذلك أن يؤثر على قرار الانقلاب؟ وهل يعني اليوم هذا القرار نهائي أم تتوقعون أن يتم التراجع عنه في ظل الضغوط الدولية الممارسة؟ أنا أعتقد أستاذة كاسين لا تراجع أبدا من الانقلابيين حول هذا الانقلاب لسبب من الأسباب، ألا وهو أن القادة العسكريين مؤيدون من قبل الجيش نفسه. كل القيادة العسكرية، كل القوى العسكرية مؤيدة لهذا الانقلاب وتشارك في هذا الانقلاب. إذا من حيث القوة العسكر لديهم قوة متينة للغاية، كل انواع الجيش مشارك في هذه العمليه ولن يتراجع باي سبب من الصفات. طيب. عن هذا القرار الذي اتخذه مهما كان، حتى ولو تدخلت فرنسا عسكريا ولو تدخل المجتمع الدولي عسكريا لن تتراجع عن هذا القرار. طيب، هنا دعني اسالك، ما الذي يمكن ان يخرج به اجتماع قاده دول غرب افريقيا والمرتقب اليوم؟ أنا أعتقد أنه سينجد أولا من الانقلاب، يقول ننجد من الانقلاب، نرفض الانقلاب، بالتالي نفرض بعض العقوبات على الانقلابيين، لكن لن يؤثر. هذا كلام وليس عمل حقيقي، لا أعتقد أنه سيؤثر أبدا في الانقلابيين، الانقلابيين مهما كان أقول لك سفين حتى ولو كان هناك تدخل أو زحف عسكري من قبل فرنسا نفسها أو من قبل بعض الدول الغربية لن تتراجع أبدا. أشكرك من نيامي عاصمة النيجر الصحفي محمد سيدي حبالله، شكرا جزيلا لك.